تخيل يا دكتور ان المرأة الأوروبية في الوقت الحاضر بتنشد الرجل القوام. انا يعني هدي المشاهدين سريعا كده بعض احصائيات سريعة عن هذا الامر. تفضل. 90% من نساء بريطانيا ما بيحبوش يتزوجوا من الرجل الضعيف اللي اول ما تحصل اول مشكلة او اي مشكلة يقعد يعيط يقول لك لا ده الراجل ده عامل شكل حريم، احنا عاوزين راجل راجل. قضية الضرب دي شبهة خطيرة جدا. نعم. واحدة واحدة معانا مولانا. أقول إن الله كرم المرأة بهذه العقوبة، عقوبة الضرب. كيف؟ كرمها بالضرب؟ إي والله. مش معقول. كيف؟ وقال محمد: ثلاثة لا تجاوز صلاتهم آذانهم: العبد الآبق حتى يرجع، وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط، وإمام قوم وهم له كارهون. ويقول محمد: أيما امرأة سألت زوجها طلاقا في غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كنت آمر أحد أن يسجد لأحد لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها. فحق الزوج عظيم جدا جدا جدا. ولذلك جاء في الحديث الصحيح أن امرأة قالت: يا رسول الله لا أتزوج حتى تخبرني ما حق الزوج علي. قال: تريدين أن تعرف حق الزوج؟ قال: نعم. قال: حق الزوج أن لو خرج من أنفه صديدا أو من منخاره دما ثم لعقته ما أديت حقه. فلذلك حق الزوج عظيم، لابد أن تحفظي. على الزوجة في الإسلام أن تلبي رغبة زوجها في الفراش. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا الرجل دعا زوجته لحاجته فلتأته وإن كانت على التنور. رواه الترمذي وحسنه. ورد الوعيد الشديد للمرأة إذا عصت زوجها في الفراش، وقال عليه الصلاة والسلام: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت فلم تأتي فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح. رواه البخاري ومسلم. الله يعلم حاجة الرجل، ويعلم أنه قد يأتي من خارج، ويمكن أن تتعلق نفسه بشيء أو رأى شيئا، ويعلم هذه الحاجة. ولذلك أمر المرأة أن تجيب زوجها ولو كانت على التنور، لو كانت تخبز تجيبه. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال للمرأة: انظري أين أنت منه فإنما هو جنتك ونارك، رواه الإمام أحمد وهو حديث صحيح، معنى ذلك أن المرأة عليها أن تلبي رغبة زوجها وتطيع. المرأة في الغرب ليست مجبرة على ذلك، بل عندهم قضية اغتصاب الزوج لزوجته، أنه إذا أتاها رغما عنها هذا اغتصاب، يعدونه اغتصابا. لا بد أن تكون متهيئة، لا بد أن تكون راضية هي بزعمهم. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دعا الرجل زوجته لحاجته فلتأته وإن كانت على التنور. تصور التنور مشعل ويراد أن تخبز عليه الخبز، إذا دعاها وهي مشغولة بهذا الشغل الذي لا يفوت يجب أن تترك التنور وتجيب زوجها. وفي الحديث الآخر: فلتجيبه وإن كانت على ظهر قتل حتى وهي راكبة. ويجيز القرآن أن يضرب الرجل زوجته إذا لم تطعه، بل وحتى إذا شعر بأنها لم تطعه، أي قبل أن يحصل النشوز. واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. قال ابن كثير: أي والنساء اللاتي تتخوفون أن ينشزن على أزواجهن، والنشوز هو الارتفاع، فالمرأة الناشز هي المترفعة على زوجها، التاركة لأمره، المعرضة عنه، المبغضة له. من الحقوق التي للزوج على زوجته أن يؤدبها إذا نشزت. إيه معنى كلمة النشوز؟ النشوز إما خروج من البيت بغير إذنه، أو النشوز هو رفض طاعته في الفراش، أو النشوز نوع من أنواع سوء الأدب في خطابه، أو المعاكسة فيما يحب. كل هذا صور من صور النشوز. وقال محمد: علقوا الصوت حيث يراه أهل البيت فإنه أدب لهم. واضربوهن. في هذه لا يعجاز أن أصناف ثلاثة من النساء لا يمكن أن يعيش معها رجل إلا والعصا على عاتقه. المرأة الأولى فتاة ربيت على هذا،
يطلب منها أن تذهب للمدرسة فتمتنع يضربوها، كلي لا أريد يضربوها، هكذا اعتادت على الضرب، تربت على هذا. فنسأل الله أن يعين زوجها عليها بعد ذلك، ولن يستقيم معها إلا إذا كان غرابا للنساء. والمرأة الثانية امرأة متعالية مترفعة على زوجها لا تحسب له حساب، هذه أيضا لا تستقيم إلا بالعصر. والمرأة الثالثة امرأة فيها انحراف لا تقتنع بقوة رجلها إلا إذا قهر، وإلا إذا ضربه، وإلا إذا انتصر عليها عضليا وهزمها بصوته. ولا بد أن نعلم أن الضرب عقوبة شرعية لا يملك إنسان أن ينكره، لأن الذي شرعه هو الذي خلق هذا الإنسان. ولأنك يا عبد الله إذا اشتريت جهاز أو سيارة تعطى دليل كتالوج يبين لك طريقة الاستخدام، فالذي خلق الإنسان هو الذي أنزل هذا الكتاب ليبين الإنسان الخطى والطريق الذي ينبغي أن يسلكه. ولن نستحي أمام أمم الأرض في أيام جهلها أن نقر أن هذا من شريعتنا، وأن نذكر الغافلين الجهلة من أبناء أمة الذين ساروا في ركاب القوم أن القوم اليوم يعترفون بهذا الإعجاز في هذه الآية، بالإعجاز في هذه الآية